نعم. فرح تسأل عن ثواب قراءة القرآن إلى الميت. هي ذكرت سؤالا فيه نوع من الغرابة، أنهم يتقاسمون 30 فردا. نعم، في سؤالها الثاني. نعم، الذي ينفع الميت يا أخواني وأخواتي هي ما دلت الأدلة عليه، أعظمها وأنفعها وأيسرها على الأحياء وأنفعها للأموات الدعاء. ثانيا قضاء الديون عنه. ثالثا الحج فرضا أو نفلا. رابعا العمرة فرضا أو نفلا. خامسا الصدقة. سادسا قضاء الديون. سادسا الصيام الواجب عليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه التي تنفع الميت في من أعمال الحي. أما الأذكار أو الصلوات أو القرآن وغيره من القرب يهديها للميت مما لم يأتي به الدليل فلا يثبت ذلك، ووصوله للميت مشكوك فيه. نعم.